وغناء إيمي سمير غانم مع حسن الرداد وأسأس من مسرحية التلفزيون وضحك على أغنية كروان. نشر الفنان حسن الرداد فيديو له على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام له هو وإيمي سمير غانم وأسأس من كواليس أغنية كروان من مسرحية التلفزيون اللي هتتعرض يوم 15 و16 و17 أغسطس في مهرجان العالمين بالساحل الشمالي. ويظهر حسن الرداد مع إيمي سمير غانم وأسأس وهزار ورقص وغناء من كواليس أغنية كروانة في مسرحية التلفزيون التي تم عرضها في السعودية في موسم الرياض. امسح عليك ملك الاسمع عروستنا خلت هم من هبتنا ود تعرفنا يلا